يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من برنامج أنثويات، واليوم مع محور الوعي الأنثوي. مرحبا بكم جميعا. سنتكلم في حلقة اليوم على مؤشرات تدل على ارتفاع طاقة الذكور عند المرأة، فتابعوا معنا إلى آخر الفيديو. المؤشر الأول الذي يدل على ارتفاع طاقة الذكورة هو اضطرابات في الدورة الشهرية. من تتعب كثيرا وتحتاج إلى مسكنات ومهدئات وألام كثيرة غير طبيعية، ألام في منطقة الرحم عند المرأة تخبر على ارتفاع طاقة الذكورة، وبالتالي اختلال في التوازن، وهذا ما يؤدي إلى رفض داخلي للأنوثة. المؤشر الثاني الذي يدل على ارتفاع طاقة الذكورة عند المرأة هو القسوة على الذات. من تملك تطلعات وطموحات عالية جدا في حياتها، ولكن يجعلها تقسو على نفسها ولا تقبل إلا بالمثالية وتنافس أندادها من الرجال، هذا يجعلها في صراع داخلي وعدم سلام وألم وقلق طويل المدى، فيجعلها تقسو على ذاتها ويرفع من طاقة الذكورة لديها. المؤشر الثالث هو سهولة النجاح المهني مقابل صعوبة النجاح العاطفي والانسيابي. المرأة الذكورية تحسن الإدارة والقيادة والتخطيط، ولكن تجد نفسها في التعامل مع الحب ومع من تحب لا تتمكن من العيش في سلام، ويمكن أن تبرر ذلك بأن الإنسان لا يحصل على كل شيء مرة واحدة، لابد من نقص شيء في الحياة. من المؤشرات أيضا هو صعوبة في بناء علاقة مع الأبناء. لا تستطيع المرأة الذكورية بناء علاقة صداقة بين أبنائها، بل طريقتها هي طريقة النصح وتقديم الأوامر والتربية بطريقة جدية جدا، مما يجعل الأبناء يلجؤون إلى شخص آخر أكثر هدوءا وسلاما. خامس مؤشر هو تحميل المرأة فوق طاقتها، حيث تجد نفسها مغمورة بأعمال كثيرة يومية لا تنتهي، وتتطوع كثيرا لخدمة الآخرين بينما لا تفكر في نفسها والاهتمام بذاتها، فتجدها جسديا متوترة ومرهقة جدا ومتعبة، وهذا ما يرفع طاقتها الذكور. لو أعجبكم موضوع هذا الفيديو خلوا لي في التعليقات لأرى تفاعلكم، وشكرا جزيلا على متابعتكم.